المهمة صعبة جدا. ما هو احنا لو اخذنا رأي 100 مليون مصري فاحنا بنسأل عن 100 مليون رأي، هل في خطوط عريضة؟ هل احنا محددين ومتفقين على انه احنا بنتحاور حول 1 2 3 هم دول المحاور الرئيسية؟ بص حضرتك، الاول يعني عايز اشكر كلامك الجميل في المقدمة، ثانيا عايز اشكر كل من رشحني لهذه المهمة، واتمنى ان اكون يعني اهل لها زي ما بنقول. النمره 3، لازم نبص لفكره الحوار الوطني في السياق العام بتاعها. سياق، انا يعني كان من حظي او تشرفت ان انا حضرت لقاء السيد الرئيس مع الصحفيين في منتصف ابريل تقريبا يوم حصاد القمح في توشكا. ايوه، هو كان غالبا بدايه، فده كان اول اشاره في اخر كلامه، قال ان الجمهوريه الجديده بتحتاج الى حوار وطني أكثر اتساع. فدي كانت إشارة سريعة. بعدها بحوالي في 26/4 تحدث الرئيس بمزيد من التوضيح في الإفطار الأسرة المصرية اللي أطلق فيه الحوار، وكان فيه بعض رموز المعارضة المصرية ومنهم حمدين صباحي وكمال بعيطة وعدد كبير من الرموز، وده كان تطور مهم جدا. وبدأت التفاعلات. الناس لما هتشوف السياق بتاع هل الناس عايزة تعبر عن رأيها، عايزة تتكلم، في بعض الناس يقول لك اه ازاي الناس كلها تتكلم، زي ما حضرتك طرحت السؤال، وهذا حقهم، الدنيا هتبقى سايحه ومحدش هيركز. بس كمان في جزء ايجابي، ان انت رغبه الناس في الحديث ده احيانا جزء من عمل السياسه، ان الناس تتكلم، الناس تفضفض عن نفسها، مش وحش. بس هو اخلي ده في سياق صح وفي اطار تنظيمي صح بحيث استفيد منه بالظبط. لان انا لما يجي في ناس في المعارضه المصريه لو انت اديتيهم منبر يتكلموا فيه وطلع يتكلم مروح، الموضوع هينتهي. وده اللي حصل على مدار جزء كمان التنفيذ تجارب سابقه يعني. ايوه، لما انت تقول واحد مش هتتكلم، هو بيبقى عايز يقول رايه حتى لو لم يؤخذ بيه، بس يعلنه. فبالتالي ان الناس تبادر تبعت ايميلات وتبعت مقترحات وافكار، حتى لو في 100 مليون راي او 104 بعدد سكان مصر كلهم، مش وحش. بس يبقى الفكره ايه؟ بتبقى الفكره انه الجهه التنظيميه او مجلس الامناء، او ما اعرفش، انا للامانه لا اعرف لحد دلوقتي دور مجلس الامناء هنعمل ايه بالظبط، لانه ده غالبا هيبقى في الاجتماع الاول الذي منتظر انه ممكن مساعده في تنظيم اصلا مخرجات الحوار، اللي منتظر يبقى غالبا ممكن في الاسبوع الاول هذا الاسبوع طبقا لما اعلن سابقا، ومفروض اخونا وصديقنا ضياء رشوان يعلن ده قريبا. فبالتالي لما يجي عندي هفترض 100,000 او 200,000 راي واقتراح، مش وحش، يبقى في لجنه مهمتها انها تفلتر وتنظم وتبوب وتفهرس هذه الاراء وتحطها في سياق صح. فبالتالي ابقى انا عملت خدمه عظيمه جدا، ان انا اديت للناس حق التعبير، ثم نظمت الامر بصوره طبيعيه واضحه، مين الاهل الذي سيشارك بفعل، هل هو حوار سياسي فقط ولا حوار اقتصادي فقط ولا حوار. انا ظن ان هو كل القضايا ما فيش حاجه اسمها اقتصاد وسياسه، وانا لما اجي اتكلم عن سعر الفائده هو ده سياسه ولا اقتصاد طبعاً. ولا يعني كله متداخل في بعضه. ظني ان احنا المفروض بنتفق على قواعد عامه للحوار بالزبط. ولما ننظمها بعد كده هتلاقي انت في حاجات هتبقى عموميه وفي حاجات هتبقى لجان نوعيه، بمعنى ان لما يبقى في مجموعه من الاقتصاديين طبيعي هيناقش والله سعر الفايده، هيناقش المشروعات الاقتصاديه ايه اللي الاولويه وايه اللي ماليه شغل، ونصل الى طبيعي ان الحوار دايما بين المختلفين، الاصدقاء لا يتفاوضوا يعني، او لما بنتفاوض احنا بنتفاوض عشان هو متعه الحوار اننا لا نتفق طول الوقت يعني. لا الفكره كمان حتى لو اختلفنا يعني، اذا احنا قعدنا مع الاسرائيليين سنه 77 و78 و79، واذا الامريكان والصينيين قعدوا مع بعض في 71، واذا يعني كل الفرقاء بيقعدوا، فما بالك بابناء الوطن الواحد. والرئيس قال جمله الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. فبالتالي علينا ان احنا نبص للامر من هذه الزاوية. انا تقديري يعني بقول كصحفي، بمجرد الاعلان عن الحوار الوطني وطول الفترة حصلت مجموعة من الاشياء الايجابية الجيدة، بما فيها الجزء الاعلامي اللي انا يعني بحس في مساحة اكبر من هامش الحريات، فيه ناس بتتكلم، فيه عايز اقول لحضرتك بكرة راجع عمرو حمزاوي يكتب في الشروق. يعني ده جزء كويس. مش هو ده المكسب، لكن اقدر اقول ان عوده الخط اللي كان اختفى او كان البعض فينا اعتبر انه اي حد يؤمن بالقانون والدستور والدوله المدنيه، اهلا وسهلا، طالما ان احنا بنتكلم على قواعد عامه. طيب ده كويس.